أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مواصلة ترسيخ العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية والدفع بها نحو مسارات أكثر عمقا تعكس الأواصر المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوها سموه بأن العلاقات الثنائية هي محل رعاية واهتمام دائمين وتحظى بدعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث نقل إلى جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحياتي وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله. وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمستوى العلاقات الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مضيفا سموه بأن العزم يتواصل للبناء على ما حققه الآباء والأجداد في ترسيخ جذور العلاقات الثنائية وأن أمن البلدين واحد ومشترك للتصدي لكافة الاعتداءات والتهديدات. وأشار سموه إلى تعزيز التكامل على مختلف المستويات بما يصب في صالح وخير البلدين والشعبين الشقيقين بتحقيق النماء والازدهار. وخلال اللقاء جرى بحث مستجدات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق.